صباحا. 90 90. تيجي نكمل شويه وظايف زي امبارح لما اتكلمنا عن الشمشرجي، وتعالوا نروح النهارده بقى نتكلم عن ايه. نتكلم عن الجامع. الشخص ده مقصود بيه المثل الشهير، عارفين المثل اللي بيقول اللي يعوز بيتك يحرم على الجامع؟ بيقول لك اصلا احنا فاهمين المثل غلط وفاكرين ان المقصود بالجامع هو المسجد. بيقول لك في اصلا روايه بتقول ان الموضوع مش كده خالص، ان الجامع ده هو الشخص جامع الاموال اللي كان موجود في وقت الحكم العثماني في مصر، وكان بيعدي على الناس علشان يحصل الضرائب. وفي الوقت ده كانت الاحوال الماديه صعبه شويتين، فبدا المثل يتردد بقوه يتقال اللي يعوز البيت يحرم على الجامع، يعني يحرم على اللي بيلم الضرائب. وعلى فكرة كمان بركة يا جامع كانت بتتقال على جامع الأموال والضرائب ده، لما كان معاده يجي ويتأخر أو ما يجيش لأي ظرف الناس يقول بركة يا جامع جت منه وما جاش. كمان من الوظائف التانية اللي هنتكلم عنها النهارده عازف البيانولا. كان بيبقى راجل لابس بدلة كاملة بجاكيت طويل من ورا ولابس البرنيطة القبعة بتاعته، وبيبقى شايل على ظهره صندوق خشب شبه الدولاب الصغير ومرسوم عليه شخصيات كرتونية الأطفال بيحبوها. على الجانب اليمين في حاجة اسمها المنفلة، وهي عبارة عن أداة لتدوير الصور جوه الصندوق. أما على الجانب الشمال للصندوق في عصاية بتلف علشان تطلع المزيكا. لو حد اتفرج على فيلم مثلا سامع هوس هيعرف ايه اللي هي البيانولا. في افلام كتير عملت البيانولا اكيد كلنا عارفينها. الراجل صاحب البيانولا ده كان بيشيلها على ظهره ويلف بيها في الشوارع وهو يقول اتفرج يا سلام. وكان الشخص بيدخل راسه جوه الصندوق ويتفرج على مجموعه صور متتابعه بتحكي قصص وحكايات من قديم الزمن، وفي ناس كانت بتسمي البيانولا صندوق الدنيا. معظم اللي اشتغلوا في المهنه دي ويعني وحبوها اتكلموا عنها كتير جدا، وكانت البدايه خلينا نقول من الأجانب الحقيقة، وخصوصا اليونانيين والإيطاليين اللي كانوا عايشين في مصر زمان. وبعد خروج عدد كبير من الجاليات الأجنبية من مصر بعد العدوان الثلاثي بدأت المهنة في الاختفاء تدريجيا.